زيت الزيتون والعسل منتوجان على رأس قائمة المنتوجات الوطنية التي تسعى الجزائر إلى الولوج بها إلى الأسواق العالمية وتحقيق صادرات تفوق 5 ملايين دولار سنويا. احنا لاحظنا أن زيت الزيتون الجزائرية متواجدة في عدة دول أوروبية ولا عدة دول حتى في إفريقيا، ولكن كانت تصدر يعني باسم دول أخرى. لهذا احنا اليوم حبينا نعرفوا وراه الإشكال، لماذا زيت الزيتون الجزائري أو العسل لا يصدر؟ من بين المشاكل اللي لقيناهم لقينا عندهم بروبليم دومبالاج، يعني التصدير يكون فرصة لنا لدخول أسواق عالمية أوروبية حتى نقدم أحسن منتوج جزائري ونشارك في تطوير الاقتصاد الوطني. شح الأمطار والاحتباس الحراري عوائق لطالما شكلت هاجسا للمنتجين، حتى ضعف الترويج لهذه المنتوجات في الخارج وغياب معايير جودة التعليب، فتحقيق التنافسية يبقى رهان صعب في ظل هذه الظروف. احنا يا رام يجونا زبائن من تونس من السعودية من فرنسا جاوا طلبونا في المنتوج هذا، رانا نطالبوا من السلطات والدولة تسهل لنا في التصدير تاع المنتوج. الدولة يديرها كاع التسهيلات للإنتاج الفلاحي، خاصة الدولة هي راهي مركزة على الإنتاج الفلاحي، ولا العسل يعتبر من المنتوجات الفلاحية. احنا يا شركة تاعنا في العوام الأخيرة هذو شوية الإنتاج تاعنا نقص بزاف. بصح أنا نعطيك قبل 3 سنين كنا ننشو 15 قنطار 10 قناطر 12 قنطار 13 قنطار في العام من ناحية كاع أنواع العسل، ماشي نوع واحد سما كاع. بصح هذو الأوام الأخيرة نظرة هبطة بزاف للشفر. مشكلات عديدة تواجهها المؤسسات الإنتاجية، وبالمقابل تسعى وزارة التجارة لتسهيل وضعية هؤلاء المنتجين لدفعهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ورفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات.